حتى الليالي اللي فاتت عشنا على واقع احتجاجات، ما همش احتجاجات، هم أعمال نهب وسرقة منظمة، أبطالهم شباب وحتى أطفال توانسة. الإعلام التونسي الكل تحدث على سرقات نهب أبعد ما تكون عن الاحتجاجات، لأنه الاحتجاج ما ينجمش يكون تحت جنح الظلام. امبارح يخرج رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ويقول الشباب الثائر في تونس لا يمكن أن يكون سارق، وأنا راني فاهمكم وأعرف جيدا من يتاجر بفقركم وبؤسكم. شنو رأيك أنت كشاب تونسي؟ أنا واحد من الناس، أنا ضد الشيء هذا التخريب والواحد، خاطر اللي باش يخرج هم غايتهم حاجة واحدة السرقة. كان جاوا عباد وناس واعية معناها باللي يعملوا فيه ما يسرقوش، خاطر هذاك أرزاق ناس. بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية هذاك يخرج لنا يتكلم كان بالعربية الفصحى و و و و وما نفهمون منه شيء. أنا واحد من الناس انتخبته مرتين وحسر وندمت اللي أنا انتخبته الحقيقة نتاع ربي، ما عمل شيء. أنا قوات المصالحة نعرفوا قوات المصالحة، عمل لي حاجة في البلاد، صلح لي البلاد، حكومة وزراء كل شيء على الحيط، معناها سامحني في الكلمة مش معقول. نحن ما فماش واحد ما نتصورش ما يحبش ينظف بالبلاد نتاعو، هما مش عاملين مقسمينها تونس. حتى هكا طلعوا لنا قيس سعيد قلنا هو مشتبه حتى حزب وانتخبناه وولد الشعب درا شنيا، يخرج لنا كلمتين على يشدنا بالعربية الفصحى، حتى هو ممكن اللي يحكي فيه مش عارف فاش يحكي، خاطر برشا كلام والمضمون فارغ، معناها في الكلام فارغ فهمت، معناتها انا يحكي وكا هو معناتها يسرد في قصه الله اعلم منين جاب. خايف من الرئيس اللي يعمل كما عمل الزين قبل، يخرج لنا بعد يقول راني غلطت وتوا فهمتكم وتوا كذا، هذا مش القهوه. غلطت كان في المليه لما غلطت في وسط البلاد في تونس. اخي شوف الشباب كيفاش هكاك صغار 12 سنه ومن حتى ال 24 سنه وين ماشيين. نحن ثوره عملناها 2011 عندنا هدف، علاش؟ وهم علاش عاملينه توا ذا؟ كلها بطالة، كلها تونس هكاك، ثم يدين قاعدة يدين مختفية قاعدة تخدم في البلاد، لوبيات قاعدة تخدم في البلاد، تطوير 72 ساعة بالغاز ما تحرك فيها شيء، كاس ما تكسرش في تطوير. هذا شباب عمري ما ريت شباب هكاك، اش عندي سلطة في البلاد نعديهم عامين جيش. سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد يحب يهدي الأجواء ويزم يقول الكلام هذايا باش تونس ما تتخربش أكثر من هذا، ولكن احنا نسأل السؤال علاش الشعب التونسي خرج يخرب في بلاده؟ يا أخي البوسطة هذيك أنت مني مش تخلص الماء وتخلص الضوء وتجبد الماندا متاعك في مكان ممتاز اسمه حي التضامن، إذا كان هذا حي شعبي يعتبر الأول أو الثاني في أفريقيا نعمله في هكا، ملا أحياء أخرى كما حي نور في القصرين وأحياء أخرى في تونس، البلاد هذه الغالية إذا كان يحافظ الشعب عليها ما نجمش يحافظوا عليها السياسيين. إذا كان أنت تشوف غليان كبير في مجلس نواب الشعب، نخرج وإحنا زادا نعملوا غليان أكثر وأكبر في الشارع التونسي. والله السؤال الكبير نحب نعرف علاش الشعب التونسي عمل العمل ذي. احنا تونس عملت 4 أيام على اساس حظر شامل للصحه وانسان يحافظ على الصحه نتاعو، تخرج انت تخترق الشيء هذا وتكسر علاش؟ لانك انت ما اعطيتوش الكلمه في 14 جانفي، 14 جانفي كانت حفله كبيره وباش يخرج الشعب التونسي يعبر عن مقصوده. صارت هالوباء هذه وهالغلاء وهالمشاكل اللي صايره في تونس، حبوا الاربع ايام هذوكم تريد البلاد، اصبحت معنا مخازنات مخلوعه، اماكن معناها حق عام وحق تونسي وحق شعب مشى وتكسر، والامن التونسي يجري من بلاصه لبلاصه. والله امني انا سمعته يقول في كلام والله شيء مش عادي، قال لهم راهي بلادكم راهي وطنكم، يهديكم الله يهديكم ربي، ولا يترجى في الشعب التونسي. ولاد صغار، ولاد صغار 14 سنه و15 و18 سنه في السجون في البرد هذا، وامه تجري ومحامي، علاش يا رسول الله؟ رئيس الدوله عنده يد في اللي صاير في تونس، معناه هو بيده يتكلم على الصواريخ ويتكلم على ترشلوه، هذو ما صواريخ اللي قال عليهم يحكي عليهم، فهمت؟ معناه هو معناها يحب صراع بينه وبين المشيشي ماكلين بعدها، وعامل الدوله الحكومه القديمه عملها بالعاني جايبه من ناس معناها تعبير على الاخر، مش بالعاني مش تيحها مش يحل البرلمان مش هو يستولي على الواحد، حب يرجع النظام القديم. مش صحيح كله تمثيل، كل ما الشعب التونسي فاق، الشعب التونسي فاق يزي، تحاولوا تفهموا اقعدوا تلموا. رئيس البلاد رئيس الحكومه ما حبش يلم باش يصلح البلاد، فعود يلم مش يصلح البلاد، تلم شيوعيتها باسلاميها بكلها، تلم قوميتها بكلها، اما هم عندهم تخطيط خطوا له وما وصلولوش. يقول كذلك للشباب الثائر انا اعرف من يتاجر بفقركم وبؤسكم. هو خاطر هو يتاجر بفقر تونس، هو يتاجر بفقر تونس، فهمت؟ هو
فهمت اخي بالكلام نتاعو، اعطيني هو خي هو رئيس باش يوحد مش ما حدش فرقها. ها فرقها رئيس يلم ويجمع ويعمل، مش جاي نعمل اجتماع ما يحبش يعمل اجتماع، اي جا ترى شنو ما يحبش. اعطيني نهار اتكلم على المشاكل في تونس، نهار اتكلم على الفقر اللي في تونس. في منطقه تاع رئيس دوله، رئيس دوله ما يتكلمش هكا. عموما كان رئيس دوله نورمالمون هو اللي يهدي الاوضاع وما يجيش هكاك يتكلم. يعني مثلا نعطيك حاجه، نعطيك اكزومبل، قبل الرئيس حبيب بورقيبه وقت الله يرحمه وينامه، وقت على الخبزه، وقت ما صارت كواحد جاء العشية اخر عشية عمل خطاب في التفلاح للناس الكل في التلفزه، قال راني باش نرجع الخبزه، هو اللي عمل العمله هذيا تو نحاسبوا عليها. نجم يقول الكلمه هذيك برد الناس كلها روحت ورجعت عبال. هذا منطق نتاع انسان مش مسؤول. نورمالمون هو رئيس جمهوريه الناس الكل يكلمها. تو انا مثلا نشوف شنو الاوضاع ونشوف لكم نصلح لكم اوضاعكم، ويهدي يقول راهي البلاد مثلا في ما عندناش فلوس، دوله ضعيفه، وانا مع الشباب. كلمه يعني كلمه باهيه وكلمه خايبه، يهدي الشباب وانا معاكم ومازلنا عندنا عام ولا العام الجاي، يعني يعطي موضوع باش يرجع الشعب. كيما عمل الحبيب بورقيبه، الحبيب بورقيبه بكلمتين بركه رجع العباد الكل تخدم. هذاك انسان سياسي. أختي الفرق بين السياسي واللي ما يعرفش السياسة ثم كبير ياسر. بورقيبة سياسي، هذا مش سياسي، هذا كان قاري أستاذ جامعي وجي مش مستانس حاجة أخرى. هو السياسيين عبارة شنو؟ يعمل كذب بالسياسة، شنو يقول لك أنت سياسي؟ مش كيف كيف هذاك السياسي نسيت. هو ما هوش سياسي، عمره ما يكون كان رئيس جمهورية يتكلم. أخرج في التلفزة الإذاعة الوطنية وعمل خطاب وهدي الشعب. على ذكر التلفزة والإذاعة ووسائل الإعلام بصفة عامة، البارح وسائل الإعلام في تونس تقريبا الكل، لا تقريبا الكل، حطوا أو سماوا الأمور بمسمياتها، سماوا الشباب هذوما ما سماوهمش احتجاجات أو محتجين، سموهم عملية سرق، نهب، سرقة وما إلى ذلك. يخرج الرئيس يقول لهم أنتم شباب ثائر وأنا منكم. هذيك المشكلة فين؟ مانيش قلت لك أنا هو ما يعرفش يخطب. هو خطاب مو سياسي، خاطر هو يخاف روحه في حومته، راي الشعب هو. هريت راي الشعب يجي في حومته يتكلم على حالة الظلام، تفرجت فيه أنا في الأخبار، يعني عبارة كان في حومته هو، مش كان في الشعب التونسي الكل. أنت راي جمهورية الشعب الكل تكلم تقول راهو هكا وهكا. هذيك كلام تاع إنسان عنده معتمد يتكلم في جماعته هكا. شنو تقييمك أنت كمواطن تونسي لأداء رئيس الجمهورية؟ عنده برشا توا ملي تقلد هذا المنصب. ونجموا كمان نقيموه شويه، احنا توا قاعدين نعيشوا في كارثه صحيه، كارثه سياسيه، كارثه اقتصاديه، وهكا ترى في رئيس الجمهوريه فاش قاعد يعمل، قيم لنا. ما مريت رئيس كيما هذا، حياتي ما مريتش رئيس كيما هذا، عمري 40 سنه ما مريتش رئيس كيما هكا. الزين ومخلوع ومش مخلوع ما عملش هكا، كان جا هو موجود لهنا ما يوصلناش الوباء هذا نحن. ما يوصلناش، راهو واقف مع الشعب. ما عمري مريت رئيس كيما هذا. يخرج مرة في المئة يوم مرة يخرج، هذا كان خرج وكاني نعرفهم شكون ونعرفهم كذا، يوريهم انا شكون ولا عمل اضرب يد من حديد ووقف البلاد على ساقيه، منتخبك الشعب وقف البلاد على ساقيه اخويا. لكن سيب السلطة وحل البرلمان وخلي العباد اللي يموت واللي يعيش. تحب تحتجاج اخويا اخرج احتجاج سلمي. اما باش تسرق وتسرق نتاع الناس والسجال يخرج اقل من 18 سنه و 17 سنه، كان كل ولي يشد ولده يربيه بالكدا واه راهو ما يصيرش الشيء هذا، فهمت؟ وكلهم غايتهم شنو هو؟ يمشوا يسرقوا دبوات الشراب ولا بالرسمي، يمشوا اول حاجه باش يمشوا يسرقوا دبوات الشراب، ومن بعد كي يوليوا يدوروا. وما نعرفش علاش انا صدمين كان على عزيزه بالذات، الله اعلم انا علاش بالضبط، فهمتني؟ ماشي في بالهم تاع حمادي جبالي، الله اعلم كل واحد ايش يقول. هو راهو تونس معناتها في الاعلام، واحد يهبط على الفيسبوك ويلعبوا بكلباجات، وزيد نحن معناتها كل شعب ماهوش واعي، معناها اي حاجه يهبطوها ويلقى عليها برشا فيويات وبرشا جيمات واعي يصدقها الباج هذيك ويتبع الشيء هذاك. لازم يكون الواحد واعي شويه كي ويثبت من المعلومه قبل ما يمشي. تو هذاك تو بالله قداش خلعوا المغازه مش يخدموا فيها عائلات، مينيموم كل مغازه نتاع عزيزه فيها اربعه خدامه مينيموم. تو هذوك كي باش يقعدوا بطالش باش يعمل؟ اللي عنده عيله وراه حتى اللي شاب يخدم فم ولا عازبه ولا كل شيء
ومن بعد كي بتقعد في الدار انت باش تصرف عليها، ومن بعد كي تقول شباب الدوله هكا وش بطاله كثروا تما. وانت اذا كان الشعب يثلي واعي بروحه وينظف حتى قدام داره وينظف الشارع نتاعو وحومته كلها، تتلقى الدنيا نظيف. فهمت معناها شيء. وزيد برجولية تونسنا هذيا فبرشا معناها اللي هذا يطلع يقول لك انا نحب نصلح في البلاد، وفي الاخر كي نراهم في المجلس كيفاش يتقاسموا في تونس، معناها كل واحد كان جاوا بالرسمي يحبوا على مصلحه البلاد راهم ايد واحده. اما هم كل واحد يشبد الروح، وكل واحد يشبد الحزب، وكل واحد يحب هو يولي خير، كل واحد يحب. فهمتهمش برجولية، ما نعرفش انا نقول لهم. هم حلفين على القران 60 حزب، ما نعرفش انا شك فيه الكتاب اللي قاعدين يحلفوا عليه، واقسم بالله والله شك فيه ماهوش قران. معناها ملي جاي الوزير حط يده على الطاوله ما حطش يده على الكتاب، سيدي فهمت كل شيء. انا معناها داخلها معناها مش امريكا اللي حطها ترى. يرجع الرافر خلي العباد تتكبس، الرجال تتكبس. هي راجل يدور في الشارع سرواله طايح ويجي يقول لي باش نكسر احتجاجات. ثم احتجاجات في الليل هذه عمري ما ريتها يعني في اي بلاد في العالم، اي بلاد متقدمه ما فيهاش احتجاجات في الليل. باش تحتج احتج اطلب بحق احتجاج سلمي، يتكفلوا لك الدستور والحاكم معاك ويحميك. تضرب لي البارح على الغاز خارج من الجامع، على الغاز ضرب في الجامع.